هل يعتبر بعض المسلمون في هذه الحالة ارتباط الصوم الصوم في البلد مع غيرهم يعني البلد مع غيرهم؟ كيف ما فهمت؟ الصيام يصوم المسلمون الرؤية تظهر مثلا في السعودية فيصوم بعض المسلمون في مصر في ليبيا في أي مكان يصومون وبعضهم لا يصوم، وسمعنا الآن أن المفروض أن يصوم المسلمون في البلد حسب رؤية بلدهم ولو كانت بطريقة غير شرعية، فهل هذه الصلوات أيضا سيصليها المسلمون في كل بلدهم حسب التوقيت؟ هذا ممكن بشعوري إظهار الفرق بين الصلاة وبين الصيام. نحن ذكرنا مسألة الصلاة، هذا مثلا الفجر ممكن الإنسان يصلي في المسجد الذي تقام فيه صلاة الفجر قبل الوقت ثم يرجع إلى آله ويصليها في الوقت إذا كان عنده علم بهذا الذي نتحدث فيه معكم الآن. أما الصيام فسيقع هناك اضطراب شديد جدا جدا فيما إذا ناس قالوا اليوم في صيام وناس قالوا لا اليوم ما في صيام، وحينما يأتي وقت الخروج من الصيام يأتي وقت صلاة العيد، ناس بيعيدوا ناس ما بيعيدوا.